أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. وزراء الخارجية العرب يدعون واشنطن للتخلي عن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على عدد من الوزراء المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء. وسيول تفرض حزمة عقوبات على بيونغ يانغ. وكيم يحتفل بإطلاق أحدث صاروخ باليستي. العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت الشعار لنقف جميعا من أجل المساواة. والعملة الرقمية بيتكوين تخسر أكثر من 25% من قيمتها خلال 3 أيام بعد أن كانت وصلت إلى أرقام قياسية وتوقعات بتعرضها لخسائر كبيرة. أما فيسبوك فيحتفل مع مستخدميه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.